هنا اجي بقى لاستاذه منى، دور وزاره التضامن مع لو صح الكلام كريمه واخواتها، كل الناس اللي بتشتغل الشغل ده وبتتعب فيه. انا عايز ارجع تحكي لي بقى على المشغولات ده يدوي. ها يدوي كله، يدوي هاند ميد كله. انا هبدا كلامي طبعا ان انا اول حاجه بامانه هشكر سياده الرئيس، لانه هو دايما داعم المراه واقف جنبها، وخاصه المراه المعيله. فكان بالفعل انا شفت حاجه لسه قريب في التلفزيون، يعني من حوالي اسبوعين كان حضرته او سيادته كان بيفتتح حاجه مشروع، يعني مش متاكده ايه بالظبط، فيعني حضرت حديث ليه بيقول الناس اللي بتقول على المنتدى ان احنا بناخد مثلا من تحيا مصر، لا احنا بنجيب رجال الاعمال كل صح. واحد يتحمل جزء الرعاه ده اللي فكان فكانت المفاجاه ان هو فعلا حد يعني مخططين، وسياده الرئيس نفسه ان هو مخطط ان المراه السنويه بالذات هيكون لها دور في منتدى الشباب تعرض منتجاتها، وده من اجمل حاجه فعلا ان هو حضرته اختار الموضوع ده. فكان سيادته مرشح المهندس ابراهيم العرجاني ان هو هيشيل الموضوع ده كله جانب السيدات اللي هتيجي من سينا. جميل. وفعلا حضرته ما تاخرش عنا طبعا بالتنسيق مع الاستاذه صفاء صابر، هي اعلاميه في قناه ازهري. جميل. بالفعل كلمتنا وكلمتني انا شخصيا في اتصال بيني وبينها، فقالت لي انت تطلعي عن الاسر اللي عندك بالنسبه للعريش. انا طالعه على العريش. ماشي تمام. انا عندي في مركز اول اسر منتجه التضامن الاجتماعي، عندي حوالي 35 اسره موجودين. عزيز. احنا عاملين لهم معرض دائم عندنا لعرض منتجاتهم، بجانب لو في اي معارض خارجيه بيبقى في مندوب عنهم بياخد الحاجات، لان مش الاسر دي مش كلها بتقدر تطلع المعارض، عندهم ظروف خاصه فيهم في بيوتهم. بس الستات دي بالفعل منتجه في بيوتها بمشاريع بسيطه بتبرعات، وفعلا الحمد لله من اصحاب الخير. اقول الشهر اللي فات الحمد لله ربنا بعت لهم 6 مكانات فعلا اتوزعوا، ومكان نص كمبيوتر وعن طريق قافلة شعار الخير من متبرعين بالفعل، وجبناهم ووزعناهم على سيدات معيلة، وفعلا أخدوهم لعمل مشروعات. ممتاز. بالفعل سيدات منهم بتنتج الشغل اللي هو السيناوي، بس بيبقى ايه جات اتعلمت عندنا في المركز بس عايزة هي تخيط التوب، ما عندهاش طبعا المكنة اللي تأهلها لده. غير كده بجانب كده ان هم ممكن يخيطوا لبعض السيدات خياطه عاديه. فبالفعل هرجع لموضوعنا الاولاني ان احنا كلمتني صفاء، فعلى طول انا فعلا جمعت الحاجه بتاعه الاسر من عندي، وكان بالفعل ان انا اطلع مع المجموعه اللي هي برضو استاذه صفاء اختارتها من بير العبد، هم حبوا ينوعوا العريش 2، بير العبد تقريبا 9، جابوا من الجنوب برضو من هنا 4 سيدات. عظيم. يعني حوالي احنا 20 سيدة موجودين بالفعل في منتدى الشباب. يعني احنا عندنا 20 سيدة منتجة اليومين دول اللي احنا فيهم دول. ايوه بالفعل يا فندم، كل واحدة جايبة منتج بتاعها وبتعرضه هي عاملاه. كانت حاجة جميلة قوي سيادة الرئيس كمان هو جانا بنفسه وشرفنا سيادته، كان معانا امبارح وكان حديث من القلب ان هو واقف عند كل واحدة يسألها عايزة ايه؟ ايه اللي انت بتطلبيه؟ يعني متهيألي مفيش اجمل من كده، مفيش احسن من كده ابدا. تحس ان انت منك للرئيس على طول، يعني مفيش واسطه ومفيش حد، لا ده واقف يتكلم معانا بالفعل. ما خلاص الحكايه بقت اعتياد، يعني اعتدنا فعلا ان الرئيس بيتكلم مع الناس بشكل مباشر وبشكل بسيط وسلس ومفيش تعقيدات.